الاعلاميه ولبنى عاشور. صحيح انتم متصورين لو كان لسه الاخوان موجودين كنتوا هتعملوا ايه في عربيه الفول؟ هنركنها. كمان كان ممكن تهاجروا. هنركنها. ما بتصادفوش صعوبه او ساعات غلاسه او سخافه؟ بصراحه لا، انا ما حصليش كده خالص. طب الحمد لله. ايه بتبص لها ليه؟ لا ولا انا خالص. خالص. طيب مش ده معناه برضو ان المجتمع نفسه اصبح اكثر تطورا وتفاهما؟ اه طبعا. لا دي حقيقه دي حقيقه. وزمان انا ما كنتش بشوف اصلا حوار العربيات دي خالص، يعني ولا ان اصلا بنت تنزل تقف تبيع في الشارع. بالظبط. كان بيبقى شيء اصله نادر قوي، وكان دايما تلاقي انه هجوم يعني. في هجوم، وساعات كانوا ناس تسخف. بس احنا ما كناش بنبص لها مثلا من المنظور ده. بس في الاساس انا شايفه ان دلوقتي ان مش عيب ان اي حد يعمل مشروع لنفسه، حتى لو المشروع بتاعه بسيط جدا. بس يمكن الاول ما كانش فيه الحاجات دي خالص، او عمرنا ما كنا سمعنا عنها. ما اعرفش بقى، يمكن عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا، او كان بس على ما اظن ان انا عمري ما شفتها في حياتي. يعني هل السوشيال ميديا ساعدتكم في المشروع ده؟ ازاي؟ يعني عادي في الاول اصلا، يعني زي ما قلت لك فعلا احنا فول بلوجر، يعني اساسا كنا بنعمل ريفيوهات للمطاعم وبنقيم المطاعم وكده. فكان عندنا البيج بتاعتنا، يعني احنا الفيديوهات بتاعتنا عاليه وعندنا متابعين على سواء فيس انستغرام تيك توك وهكذا. اوكي. فاحنا لما بنرفع فيديو اكيد بيجيب فيوز، وبالتالي الناس تبدا تجي لكم بقى. بالظبط بالظبط. احنا اصلا قبل ما بننزل فعلا بنقول لهم ان احنا نازلين الساعه كذا في المكان الفلاني. فيبدا بقى الزباين يجوا يهلوا. لا واحنا بنعمل كده دلوقتي في يعني انتوا بتغيروا المكان؟ لا احنا المكان دلوقتي حاليا لا ثابت. بس الاول كنا كل مره بمكان، لان اللي بيأجر لك مره ما بيأجر لكش تاني. ليه؟ المفروض يعني بيبقى لو انتوا بقى هتاخدوا يعني شغلي، هتاخدوا المشروع بتاعي، هم بيبقوا باصين لها برضه من منظور. مفيش حد بياخد رزق حد. طب انا عندي سؤال، انتوا بداتوا الاول زي ما قلتوا لي بمكرونه بالكبده. جربتوها فين اول مره اصلا عشان تقرروا تعملوها؟ لا ماما هي اللي كانت بتعملها لنا. ماما برضه. ماما برضه. لا ماما بجد. انا انت اللي كنت بتعملها. ايوه. انت عرفتيها منين؟ من ماما. طب اهو بس كده وصلنا الى نفس النقطه. نفس النقطه في النهايه. لا كنا زمان بنروح ناكل مكرونه بالكبده عند واحد مشهور، مش هينفع اقول اسمه عشان بس ما يبقاش اعلان.